بداية حياتي مثل حياة أي فتاة طبيعية، تتمنى يكون عندها وظيفة حلوة ومركز وعائلة، وأحب طبعاً أكون أم، أربي عيالي وأطلعهم بالصورة اللي أنا أبيها ويكون لهم مستقبل حلو. إحنا يمكن من جيل الطيبين، تزوجت وايد مبكر ثانوية العامة، بس الحمد لله كملت دراستي الجامعية وصرت مدرسة لغة إنجليزية، وبعدها الحين طبعاً حالياً أنا وكيلة وإن شاء الله ناجحة للنظارة إن شاء الله. كل الناس طبعاً تمر في مصاعب، لكن يمكن الظروف اللي أنا شوي مريت فيها هي صقلتني أكثر وخلتني عطتني تجارب للحياة وخلتني قوية أكثر، مع أن أنا شخصيتي الحقيقية يعني ما كانت كذي، بس التجارب هذه يعني هي اللي صقلتني صح. عندي بناتي وأولادي الحمد لله، لكن مع الوقت يعني قدر الله أن تصير لنا بعض الظروف. أبوهم أصيب في مرض تعب شوية، يعني حاولت أني أكون معه وأساندة كزوجة، بنفس الوقت هو ما أحب أنه هو يتخاذل عن دوره، لكن المرض يعني أقعده شوية، فتوفى الله يرحمه يعني في سنة 2013. بعدها بدأت عندي مسيرة ثانية اللي هي الأولاد وشلون أنا أطلعهم بالأمنيات اللي أنا أبيهم. طبعاً أنا كنت أتمنى مثل أي ناس اللي يتمنى ولد، يكون عندها ولد مهندس، ولد دكتور، ولد أياً كان، لكن يعني دائماً أقدارنا مكتوبة. خليفة ويعقوب، أول شيء كان يعقوب، بس يعني ما شاء الله عليه يعقوب قوي، وحتى خليفة يعني ما شاء الله عليهم عندهم قوة وعندهم إرادة. كانوا يحسون بآلام معينة لكن تقبلوها كأي مرض عادي. اسمي خليفة الخليفة، عمري 15 سنة. أنا كنت في المدرسة الحكومية لحد صف الثالث، بعدين حولت مدرسة أدرس مدرسة الرجاء أول ثانوي. بلشت حياتي الدراسية الابتدائي اللي هي الرقة، عقبها انتقلنا للسرة اللي هي متوسطة، والمرحلة الثانوية بلشتها بالتربية الخاصة. نقلتهم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة لأن التسهيلات هناك أكثر لهم.
كنت أمشي طبيعي، بعدين شوي شوي بديت أحس بتعب وأتعب وأنا أمشي، فبعدين قعدت على كرسي. يسوون لي علاج ولازم أسوي علاج طبيعي عشان لا تعب ريلي. بداية حياتي كنت طبيعي، ما عندي أي مشكلة. مع العمر حسيت بتعب، أول شيء بلشت بالعكازة عقبها على الولتير. داخلهم إيمان قوي، ما حبوا يعني يدخلون لي لحظة حزن أو ألم، بالعكس يعني ما كانوا يحسسوني بالألم، مع أنه أنا متأكدة أنهم ما كانوا يحسون بالألم هذه. الآلام يعني اللي حسوا فيها هم تقبلوها كأي ألم عادي. والله احنا كنا نراجع لهم يعني بالكويت، كنت أراجع أول شيء، للأسف يعني ما عرفوا شنو المرض اللي هم فيهم. رحت أمريكا رحلة للعلاج، بس كنت صغير في العمر، ما كان الدكتور يقدر يسوي لي العملية. رحت برا يعني، حتى رحنا على حسابنا الخاص، وبعدها هم رحت عن طريق الحكومة. ما يعني ما وصلوا لي لشيء معين ممكن ان هم يشخصونه يعني، حتى برا تحيروا. وعقبها لهيت بالدراسة، ركزت على دراستي والنادي، أجلت الشغلة. خليفة كان عنده تقوس بانحناء في العمود الفقري، فخضع العمليات، كان في ألمانيا قبل سنتين تقريبا. يعني ما شاء الله عليه خليفة، مع أنه هو صغير بالسن لكن لاحظنا قوته، يعني حتى هناك الدكتور انبهر منه، يعني قال لي شلون تحمل الولد، ثبتوا يعني على رأسه حديدة اللي اسمها الهالو، كانت تشد العمود الفقري كذا أسبوع، فكان متحملها وصابر. بعدها طبعا سووا له العملية، العملية ما هي سهلة أبدا، لكن ما شاء الله عليه تحمل وصبر لحد ما الحمد لله يعني تعافى. كانوا مجتهدين بدراستهم. يعقوب الحمد لله الحين تخرج من الجامعة. بصراحة عقب ما دشيت التربية الخاصة، لأن قلت اهتماماتي، قبل كلها كرة طيش طلعات، فمنها قلت اهتماماتي، فركزت على الدراسة أكثر. ويطمح إن شاء الله أنه يعني يكمل مسيرة تعليمية. أطمح أني أكون أخذ الدكتوراه بعلم النفس، وبالجامعة خلصت الحين بكالوريوس، وبحاول إن شاء الله أكمل الدكتوراه. صح هما صح شافوا أبوهم كان تعبان، لكن هذا الشيء ما حبط من عزيمتهم أبدا، تقبلوا الوضع وحاولوا أن هما يساعدوني وأنا ساعدهم، أن لا هما يخلوني أنا أحزن، لأن شافوا أنا شلون كنت يمكن خلينا نقول تعبانة في حياتي السابقة، لكن هم ساعدوني وأنا ساعدتهم. يعني الحمد لله إعاقتي ما أثرت علي على حياتي الطبيعية، كنت أروح وأرد بسيارتي وما عندي أي مشكلة يعني. مع أن المرض ما إحنا عارفين لحد الآن شنو هو، لكن هم يعني صراحة ما حبطهم هذا الشيء، وجهوا أنظارهم واهتمامهم لشيء ثاني.
كانوا يلعبون كرة تنس طاولة حتى قبل لا هم يعني يكونوا يصيرون مقعدين على ويلتشير، كانوا يلعبون في البيت. بالمرة ما كان ببالي أن هم موهوبين. كنت أمارس هواية مع أخواني. بلشنا من البيت، كان أخوي الكبير يعلمني شلون ألعب شلون أمسك كرة، ما كنت أعرف، ومع الوقت تعلقت فيها، وتحدي بيني وبينه وشد، لما حبيت اللعبة استهويتها فصارت يعني من أولويات يعني الناس ما يقولون. اللي ضحكني أنه قبل أنا كنت أساساً أو خلال ابتدائي أنا لعبت تنس شوية، كنا أتذكر نلعب أنا ويعقى فوق، لما نلعب كنت أنا أفوز عليه وأنا متمكن باللعبة بحكم العمر بحكم أنه أنا قادر أكثر منه. اللي ضحكني اليوم هو ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه بوضع الحالي، لو بلعب ويا أنا ما راح أقدر راح يخليني أنسدح بالقاع. الحصص اللي من كانوا يلعبون شافهم المدرس في كابتن من نادي المعاقين حتى كان يزورهم، اكتشف يعني موهبة يعقوب. بلشت بنادي المعاقين 2012، كان عن طريق المدرسة في كشاف استاذ، وهو جذبني حق النادي ومن هناك بلشت وياه. ويعقوب يا قال لنا طبعا شجعنا انه يدخل النادي، دخل نادي المعاقين. لما راح لعب وايد هما رحبوا فيه، اثبت انه هو لا هو موهوب وانه هو فعلا يقدر يلعب هذه اللعبه وظل فيها. بعدين يعقوب هو اللي سحب اخوه خليفه. خليفه طبعا من يوم كان صغير كله على البلاي ستيشن، وخليفة تعال جرب نادي، ما كان حاب هالشغلة في البداية، بس حبيت اني اجذبه واجيبه وياي. مع الوقت لا والله شفته انه حب اللعبة وتعلق فيها، قام هو يقول لي يلا امشي النادي يشجعني، وانا اساعده وهو يساعدني. سنوات أخوي وداني النادي، جربت ألعب الرياضة هذه وعجبتني فبديت أتدرب. سحبه معاه للنادي، قام يشجعه، يعني حتى هما يعني ما شاء الله عليهم كل واحد يشجع الثاني. خليفة لما دخل النادي ما كان مقيد ضمن الفئة العمرية، لكن كان يروح يتمرن مع يعقوب أخوه. كان في بطولات داخلية كنت أشارك فيها تقريبا كل سنة، وكنت أحقق المركز الأول على سني يعني، بعدين شاركت بطولات خارج. في بطولات رمضانية طبعاً كلها كانوا يحققون فيها المركز الأول، بعدها طلعوا للبطولات العالمية. أول بطولة كانت نفس السنة اللي دشيت، عقبها بفترة شافوني إن عندي الأساسيات وكملت وياهم، دشيت أول بطولة بطولة رومانيا، حصلت فيها أفضل لاعب في البطولة، ما حصلت ميداليات كانت أول بطولة، بس عطوني إن جائزة أفضل لاعب. حتى البطولات اللي كانت في آسيا والبطولات العالمية حبوا ياخذون خليفة معهم على أساس يتهيأ. بعدها الحمد لله قاموا يسافرون، قاموا يحققون بطولات عالمية.
صاحي صاحي خليفة صاحي. كمل خليفة آخر شيء آخر شيء. الله عليك صاحي. لازم تتدرب وراح تصير لاعب لك مستقبل، لأن كان عمري صغير وتدربت من وانا صغير لحد الآن. ف يعني كابتن كان يشجعني طول الوقت. شهر 9 السنة اللي طافت كانت بطولة للناشئين، وأنا كنت ناشئ دشيت البطولة وكانت تجربة حلوة. كنت متحمس و كان عندي طموح اني راح افوز وراح اجيب مركز. كانت اول بطوله وضغط. البطوله اللي بعدها حققت فيها بالزوجي ميداليه. في البطولات المحليه حققت تقريبا يعني ميداليات وايد، والله ماني ذاكر، بس الحمد لله رب العالمين كلهم ذهب، ما طلعت عن الذهب. تكلمني عن الأسرار، عن العزيمة اللي أشوفها كل يوم، سواء بالتمرينات سواء لما يروحون اللي هو بطولات الخارجية، أشوف فيهم عزيمة وتحدي ظروف الحياة وين ما يروحون. بالعكس اللي مرات أنت تتساءل، أنت واحد صاحي تلاقي مرات تقوم الصبح مالك خلق تروح الدوامة وغيره، تقول ما شاء الله عليهم شلون الشخص يواجه صعوبة، أو المفروض أنه في صعوبات يواجهها قدامه، بس تلاقي أنه هي ولا شيء قدام همته وصراره. فأنا أقول لك هما قدوة قبل يكونون إخواني. حتى مع الإعاقة قررت أني أتحداها ومارس الرياضة كنا طبيعي. تمرنت وتمرنت عشان أشارك البطولات. البطولات الخارجية القارية خذيت تحت 23 سنة بطولة آسيا الثالث، بطولة غرب آسيا خذيت الأول زوجي وفردي مع أخوي خليفة طبعا، وحصلت زوجي بعد ذهبية، والحين قاعد أتدرب عشان البطولة الجاية إن شاء الله. بطولة العالم بالتشيك تحت 23 سنة خذيت الثاني زوجي وفردي، حصلت ميدالية بتايلند برونزية فردي. أول شيء خليفة ويعقوب، أنا ما أقول إخواني، أقول قدوتي أو أبطال. تتكلمني بالحالات الطبيعية، كونك أخو كبير تضطر أنت تكون أو لازم تكون مثال أو قدوة مثل ما يقولون حق إخوانك. اليوم كون أنت عندك بطلين، فأنا بالعكس أتشرف أن إخواني الصغار هم قدوتي. البطولة يا إن شاء الله راح تكون شهر 6، راح تكون أتوقع إسبانيا. إذا كان عندنا بطولة نكثف التمرين يصير خلال 6 أيام 3 ساعات في اليوم، إذا ما كان عندنا شيء تقريبا 6 أيام بالأسبوع ساعة ونص. أنا حيجي أحاول أتدرب عشان يعني عندي أمل إني راح أجيب ميدالية. ومو غلط أقول لك إن أنا لليوم أتعلم منهم شغلات، سواء التمرينات اللي هو التمارين كل يوم أو حتى بالنادي من ربعهم ما شاء الله عليهم. تشوف بكل شخص سبحان الله ميزة أو إصرار أو هبة مثل ما يقولون. بداية المشوار هم اللي حفزوني، شفت مكافآت، شفت منهم كلمة طيبة، حتى ما قصروا ويانا صراحة. كان شيء وايد حلو. نوعدك يا أبو ناصر. كانوا يشجعوني كل أهلي تقريبا، إخواني أمي كلهم كانوا يشجعوني وحتى الكابتن، فهذا الشيء ساعدني يعني. عندنا كابتن من خيرة الكباتن، كابتن أحمد فاروق من جمهورية مصر، كان لاعب عالمي ولا اسمه،
وحتى بالتدريب يعني لا بصمتها من كان من وادي أخرى قبل نادي المعاقين. اصلا انا في حالي ياس اذا طلعت من دوامي متضايق، في حال كنت متضايق لما اروح النادي. اساسا مو بس اخواني، يعني الشباب كلهم عدد لك وايد اسامي ما شاء الله عليهم. انت تدش مكان تحس فيه طاقه ايجابيه لان تشوف فيه ناس عندهم الاصرار. كرموني يعني كم مره، كانوا يعني يشجعوني وانا أنا مستانس بهالشيء. كرمني الوزير الرضان والهيئة الرياضة، يمكن على المستوى المحلي يمكن 7 ميداليات، برا حققت تقريبا 4. بس أهم يعني وأعز تكريم لي أنا كان من الشيخ نواف الله يحفظه سمو ولي العهد، هذا الشيء خاص يعني غير عن أي تكريم. كنت أقول لهم بالمدرسة أني حققت بطولات، وفي بعض الطلاب بالمدرسة يعني تشجعه وهم انضموا للنادي. قلت لما يجيب ميدالية دائما يستانسون ويسوون لي حفلة ويستانسون فيني. وتقريبا آخر ميدالية جبتها حتى كرموني المدرسة والإدارة كلهم قدام كل الطلبة. أقول حق أي شخص وهو يقوم الصبح وما له خلق يروح دوامه، تعلم وشوف الإصرار، شوف شلون الإرادة صايرة وراح تشجع. كنت وايد يعني سعيد أن رفعت علم الكويت، وإن شاء الله يعني راح أسويها كل بطولة إن شاء الله. إن شاء الله هي بس بطولة واحدة، باقي إن شاء الله الأولمبياد. أول شخص كان له الفضل علي أبوي الله يرحمه، هو اللي من قبل كان يشجعني على الرياضة ويحببني بالرياضة. رحمة الله عليه الوالد كان أساساً يلعب كرة، ما هو على مستوى احترافي لكن على مستوى الهواة. يعني أتذكر باليوم تلعب لعب قبل أيام الفرجان ذا خابر أكيد، يطلع يلعب باليوم مباراة مبارتين، يعني مو بس مباراة مبارتين وغير المعارف ما شاء الله، وين ما أروح كل معارفة وحول الكرة تقول كأنه لاعب دولي، ما كأنه هواة ما شاء الله عليهم. يطالع مباريات، يعقوب ورث الشغلة هذه أكثر حتى مني. بعدها الوالدة ما قصرت وياي، وأي شيء أبي كانت تدلعني على قولتهم. أقول لها مشكورة أنك وقفتي وياي وساعدتيني، وإن شاء الله يعني راح أرفع راسك. شيء صعب أن أنت أو تكونين قدوة حق الطالبات اللي عندك، كانت ان انت في مدرسه توفقين بين الشغله هذه. واشوف ما شاء الله الطلبه او حتى المدرسات اللي معاها يحبونها، والحمد لله بالبيت بالعكس النجاح هذا مكمل. ربت 2 من الابطال دائما تدعمهم، فالواحد يقول يا ليت عندي 50% من الجهد هذا او من الطاقه هذه بس اساس أسوي شيء، لأنها تحتاج جهد كبير. تكلمني مو عن سنة سنتين، أكيد صبر سنين تعب، بس إن شاء الله أن قادرين يردون لها المجهود اللي بذلته يعني، أو التعب هذا ما راح يروح بلاش. ميداليات هذه بتزيد إن شاء الله وتزيد وتزيد، يرفعون اسم ديرتهم وأكيد يرفعون رأسها فوق إن شاء الله. وإخواني وأخوي الكبير طبعا ما أنساه، هو يعني كان فضل له وما زال له فضل علي، يعني يسحبني تعال النادي ليه الوقت هذا. يعقوب ما بيقول كذي وهو قاعد يسمعني، يعقوب ما في شيء يوقف قدامه، شفت فيه اي شيء كان هو يخطط عليه يقدر يوصل له، ما في حدود توقف قدام يعقوب ولا حتى خريف. اذا حط شيء بباله يبه يعني يبه. اعرف اخواني
هذه القوة اللي فيهم والتعاون كان وايد حلو وايد، يعني هذا الشيء يمكن كنت أنا أبي أزرع فيهم شيء ثاني، كنت أبي أطلع دكتور مهندس أو أيا كان، لكن لله الحمد يعني بالعكس القوة هذه اللي عندهم هذه أحسن من أي شيء ثاني، والتحدي اللي عندهم أفضل من أي شيء ثاني. خليفة ما في كلمة أقدر أوصفها يعني، بس أقدر أقول الحمد لله أن كل يوم أرد أنا وأشوف أخوي قدامي فرحة، وسبب أن أنت حتى لو في تعب شوية أن أنت تنسى التعب هذا، أن تكون مع أشخاص كذي. خليفة ويعقوب مثل ما قلت لك، أنا ما أقول أن الله ابتلاهم، لا بالعكس الله نعم عليهم بالهبة هذه، وأن أنت تكون مع أشخاص كذي بالعكس راح تكون شخص إيجابي ودائما تحاول تطور من نفسك. مبارك حق الأخ عبد اللطيف، صار مدير لعبة الحين بس ما انتم شايفين. محمد صلاح عفش الله. أنا وايد فخورة فيهم، أحب أقول لهم لا توقف حياتكم عند أي سبب للأسباب، لأن المرض مرد راح يزول أو ما راح يوقف حياتك، فمارس حياتك بشكل طبيعي، سوي اللي أنت بخاطرك ولا توقف عن شيء. أول شيء إحنا الحمد لله مسلمين، فالواحد مهما جت له مصيبة يقول الحمد لله على كل حال. أشخاص أصحاء اليوم يتكلم كلام واقعي، مو عشان أنهم إخواني، تشوف شخص بكامل صحته ما يقدر يسوي ربع اللي إخواني سووه. لو مو لو بقيسها على الناس بقيسها على نفسي، أنا ما قدرت أسوي، فما بالك تكلمني عن برا. يمكن ما حققت الأحلام اللي كانت في بالي، لكن الله سبحانه وتعالى لما يأخذ شيء يعطينا شيء أكبر وإحنا ما نحس فيه. ودائما أنا أؤمن بمقولة يعني إن الله ما أشقاك إلا ليسعدك، ما أخذ منك إلا ليعطيك. أقول لهم إن لا تيأسون، والمرض يعني لا يوقفكم، وسووا اللي تبونه، لأن المرض يعني مو شيء صعب، تحدي المرض.